لكن الان حديك ياسر العطا، حديك الحاصل في الميدان، حديك المحاور الحاصل فيها شنو، اديك الانذار الاخير لناس شرق النيل عشان يكون عدانا العيب. اول حاجه قبل ما اي حاجه نبدا بالانذار عشان ما ننسى، عشان ناس شرق النيل، الناس اللي عندهم علاقه بشرق النيل يقطعوا وخدوا في الجروبات، عشان الكلام ده احنا نكون برأنا ذمتنا امام ربنا سبحانه وتعالى، عشان بعدين لما نجي الوي وي 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 ما تقعدوا تصرخوا. اسمعوا الكلام ده كويس. في واحد في شرق النيل اسمه سيد ود العالم. اسمع يا سيد ود العالم، اسمع الكلام ده كويس، احسب بيدك، عندك يد ولا ما عندك؟ احسب بيها. بتلم الجنجويد والكشاتين والمخدر في رمضان، وبتدخلون بيوتكم يا معرضين يا قوادين، وقسم بمن رفع السماء بغير عمد، انت والمعك تدخلون بيتك، تدخلون لامك، احتبر نفسك دنيا زايل. اسمع الكلام ده كويس، لانكم فاتحين بيوتكم للجنجويد، ولا عندكم عرض ولا عندكم شرف. ما بتخجلوا تلعبوا معاهم جوا بيوتكم الكشتينه؟ ما بتخجلوا تدخلون جوا بيوتكم وتقعدوا معاهم؟ ما بتخجلوا؟ اسمعوا الكلام ده كويس يا شباب شرق النيل، انتوا واهلكم لو حصل حاجه لاهلكم السبب انت، لانك انت شغال جوال. اسمع الكلام ده، اخر كلام بيتقال ليك. تاني ما بتسمع الكلام ده، وجايكم بل من الله خلقكم ما شفتوه، خاصة شرق النيل، وغسما بالله العلي العظيم الساكن جنبي وجنجويد يرحل، اطلع برا المنطقة. الجارك جنجويد اطلع برا المنطقة. اللي بيدخل جنجويد عليه في بيته استحمل بعدين. الكلام ده واضح، لا لف لا دوران، هذو كلمناكم كلمناكم وكلام واضح، وبنجي نشغله لكم بعد يومين لما تجيبوا فيديوهات، وبنقول لكم احنا قلنا لكم، لانه خلاص الموضوع حسم، ما في حاجه. الان بحري ما فيها اقل من 20%، واكثر منطقه فيها يا هو الناس اللي فيها الحواضر، اللي بيدخلون بيوتهم واللي بيلعبوا معاهم كشتينه، واللي بيدخلون على اعراضهم وعليه شرفهم، واللي بيشترون بسجاره بتاعت حشيش، واللي بيشترون بكاس، معروفين. لا في رحمه ولا في رافه. والله العظيم تضحكوا وتنبسطوا وجريتوا وجراني وجريتوا، حتنجروا كلكم 50، والله حتنجروا 50 من الله خلقكم ما تجريتوها. اسمعوا الكلام ده كويس، ما تعدوا علي كشاتين ولموا وجوا البيوت وبدوكم الشبكه وهاك الشبكه، والله العظيم كلكم حتنجروا. الموضوع انتهى، الموضوع انتهى. انا التحذير ده والله مرسلينه لكم مرسال من فوق باللسن باللسن يا ناس شرق النيل، العملاء اللي بيدخلوا الجنجويد بيوتهم ارحلوا من البلد، امشوا سوقوا اهلكم اطلعوا. الجاي شيء انت، الكلام ده واضح. نمشي للحاجه الثانيه يا جماعه، المنطقه بتاعت الزورو والمناطق دي، والله العظيم الجيش يطمنك، قال لك اي حاجه داخله بهناك قال لك احتبرها دنيا زايله. قال لك جغمناهم جغم في الزورو دي، جغمنا لهم الشحنات الجايه من برا، خلينا قال لك هناك يصرخوا في دوله الشر يكوركم. 20 شاحنه محمله خلينا لك فحم فحم، شفت فحم؟ خلى لك فحم، واي حاجه تخش دنيا زايله. بلد تحت الحمايه التامه، ولا نمله ولا نمله ما بتتحرك. الكلام ده قلنا لك قبل فتره والليله بناكده لك. ما يقول لك طلع 300 من ليبيا و400، والله لو طلع مليون تاتشر، والله ما تخش، والله بتنجغم، والله العظيم بتنجغم. لو شفت مليون تاتشر بتنجغم، لانه الان سلاح الجو شغال، الادارات شغاله، كل الحاجه شغاله، كل الدنيا شغاله، يعني لا شك لا طق لا لف لا دوران، البلد مأمنه فوق تحت. لا تقول لي قالوا ولا شغل وشغل، والجاي والله الناس تنبسط، والناس حتفرح، والناس حتعيد، والناس حت اي حاجه، والله العظيم. بيان بالعمل، احنا عارفين بيان بالعمل. الان في اي منطقه في كبكابيه شفت تلموا حته بشوتون، تلموا في حته بالشات وطوالي، ما يتلموا خمسه جنجويد بشوتون. ما في حاجه. البلد تحت السيطره، البلد جايه، البلد ما باقي فيه حاجه. جينا تفاجانا الليله يا ياسر عطا في النيل الابيض. انا حضرت الخطاب بتاعه كامل، قسما بالله العظيم جات معنويات من السماء فوق. أنا ما كنت طالع أتكلم عنه نهائي، لأنه تكلمنا عنه أمس من سنار، الليلة في النيل الأبيض. الكلام اللي قاله في النيل الأبيض بأكد لك أنه خلاص الموضوع جاهز كله.
المحاور كلها هتتحرك في وقت واحد. كردفان، النيل الابيض، ناس جبل اولياء، ناس المناقل، ناس سنار، ناس الشرقيه، كله يوم واحد، كله في وقت واحد. الكلام واضح اللي قاله. البله الجايه تمام، عندهم حاجات قال يومين والامور حتظبط هناك في النيل الابيض. ادونا التوجيهات على الهواء مباشره، حتمشوا جبل اولياء، حتمشوا القطينه، عندكم وسخ قال لهم، عندكم حاجات حتمشوا تنظفوها. هنا التعليمات واضحه على الهواء مباشره. جيش النيل الابيض هنا تعليماته صدرت الليله. عندكم شنو ناس شغلكم شنو؟ عندكم مناطق فيها قال لهم فيها وسخ، قال لهم كده، قال لهم فيها وسخ، فيها رمتاله، فيها رمم، قال لهم حتمشوا قدام تنظفوها. حتمشوا تنظفوها، ده شغلهم، دي الوظيفه حقتهم، ده الكلام ده ما دسا ولا قال ده سر ولا قال ده، لا لا قالوا على الهواء كده مباشره. تعليمات انكم يا النيل الابيض، الفرقه هناك النيل الابيض، عندكم حاجات حتمشوا تنظفوها، وعندكم تاني غيرها، عندكم شغل تاني حتتحركوا على الجزيره، وعندكم شغل تاني حتتحركوا على وين؟ الهجانة بريش، حتكونوا بمساعدة حتمشوا تفتحوا الطريق لكادوغلي، وحتمشوا تفتحوا الطريق لبابا نوسا. الكلام ده يا جماعة التعليمات صدرت. تعليمات صدرت، تمشي راجع الخط. اسمع كلام ياسر عطى، الكلام واضح. كلام واضح، الخطة بقت باينة. أنه الجيش حيشتغل في كل المحاور في وقت واحد. قال لك جيش عبد الرحمن القائد وجيش بحري القائد، قال لك ده كفيل بيحرر بحري ويحرر الخرطوم. هنا منتهي، يعني ما محتاجين ناس من برا. الجيش قال لك القاعد حيحرر بحري والخرطوم، ما محتاجين لحاجة من برا. بحري والخرطوم حيكون عندهم دعم من وين؟ المدن اللي ما فيها حاجة، وعبرة، شندي، حيكونوا داعمين للجيش بتاع بحري والخرطوم. المتحركات بتاعت الجزيرة قال لك ما محتاجة لأي حاجة، براها بتقوم باللازم. حتلقى اسناد من بره برضه من المدن اللي ما مشاركه. يعني الشغله دي زنقت زنقه يا جنجويد، زنقت زنقه يا جنجويد، والله العظيم زنقه ما طبيعيه. يعني الجيش بهناك حيكون الهجانه حيطلعوا معاون الابيض، معاون النيل الابيض، حيطلعوا اتجاه كادوغلي واتجاه بابا نوسا. شغل مرتب، ما شغل بدس يا جماعه، ده ما شغل بدس. الكلام اللي بنقول فيه ده ما بدس، ده قالوا العطا عديل على الهواء مباشرة. والجيش الباقي بتاع النيل الابيض حيتقدم معاه، والجيش بتاع الموجود في اللعوج والمناطق دي حيتقدم على وين؟ حيتقدم عليه جبل اولياء، وحيتقدم على القطينة. 200 والله قال عندنا يومين حاجات، خلال يومين بتنتهي. عندهم حاجات خلال يومين، يومين قال يومين، يومين حتنتهي القصة انتهت. الجيش قادر يا جماعه، والجيش جاهز، والجيش ما عندهم حاجه، قال نقصان، قال تحت السيطره، وقال حدنا وين؟ حدنا الجنينه، حنرفع العزاء في شهداء الشعب السوداني وفي شهداء الجيش، حنرفعها في الجنينه. حيمشوا الجنينه هناك عشان يشيلوا العزاء في شهداء الجيش وشهداء الشعب السوداني. العزاء ما حيكون قبل تحرير الجنينه وتحرير كل دارفور. ومن الجنينه حيمشوا المغابر بتاعت الجماعيه بتاعت الناس الدفنون الجنجويد احياء، حيقوموا من هناك، حيكون السودان الجديد من هناك. اسمعوا الكلام ده كويس، الكلام بتاع ياسر عطا ده الكلام ياهو الشعب السوداني. كل يوم وكل يوم نقوم من نلقى ياهو نفس كلامنا ياسر العطا بيجيب الكلام اللي بدي للشعب السوداني اليقين، وبدي الصبر، وبدي الامل في دولته الجديده. والليله قال حاجه كمان مهمه جدا، انه النخب السياسيه القحاطه ما نفس الكلام اللي بنقوله، ما جزء شريك، هو شريك عديل، يعني ما مساند. قال كده، قال كده، قال وده الصح. القحاطة شريك، شريك عديل بنفس الفهم، شريك. الجيش مسك جبل اولياء، الجوه جوه والبره بره. الجيش سيطر على الخزان، مسك جبل اولياء، الجنجويد دي لله، لانه بهناك البطانة كلها جيش، البطانة مقفلة على بكرة ابيها جيش، كل البطانة الشرق ده كله جيش، لا بيقدر يطلع على البطانة، لا بيقدر يمشوا على الشمالية، لا بيقدر يمشوا على الجنوب، لا بيقدر يمشوا على 24 ساعة 48 ساعة. والله الجيش دخل جبل اولياء واستلم الخزان، والله الجوة جوة والبرة برة، والله العظيم الجوة جوة والبرة برة، وده النهاية بتاعتكم.
ده جيش عمره 100 سنة، عمره 100 سنة ما بيشتغل بالكضب والطلس والغرف المجهزة، بيشتغل بيان بالعمل، بيشتغل خطط استراتيجية، خطة قريبة المدى وخطة متوسطة وخطة بعيدة المدى. الآن هو وصل للخطة بعيدة المدى اللي هي خلاص دي من الأول اللي خطط ليها، أنه يجهز الهجوم حسب ما قال ياسر عطا، أنه جهزوا القوات اللي حتكون بتهاجم، كان عندهم مدافعين في الفترة اللي كانوا بدافعوا كانوا بجهزوا في قوات الهجوم وجهزوها على أكمل وجه، وحتى قوات كردفان جاهزة، القوات اللي بتنظف كردفان جاهزة. ده الجيش، ده الجيش اللي بنعرفه وبيعرفنا، ده الجيش عصب الدولة السودانية، قلب الدولة السودانية، العمود الفقري للدولة السودانية. تكلم كلام يا جماعة جميل جدا 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 جماعة، كلام بيخليك انت فعلا تسعد، وانت لو كنت مهما كنت بكلام العطاء بتتأكد انه جيشك انتصر وجيشك منتصر والجاي وطن. والتوجيهات الصدرت الليلة لجبلولية وللقطينة بتديك انه فعلا الفهم عالي جدا، لانه الشعب السوداني بشوف الكوبري بتاع الجبل ده يهول بيبرق به، احنا ما دارين انه نطلعه. الان التوجيهات صدرت، قال لهم انتم مهمتكم شنو؟ داون المهمات، وزع دي ليون الجيش، وزع لهم المهمات، انتم عندكم شغلكم كده 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 تمشوا تعملوا، انتم شغلكم بهنا تمشوا تعملوا، عندكم شغلكم بهنا تعملوا. الكلام ده واضح خلاص القصه، الناس خلاص يا جماعه ما في حاجه، الناس تخاف، ولا الناس يقول لك عندهم وجايين 300 من ليبيا وجايين، والله والله لو دخل مليون قلت لك انا الطيران صاحي. لك تهيئة بسوني، كلام جميل جدا زي ما قلت، كلام ده حقيقي يعني، اي متعاون بعد ده يتبلى بس. والله معظم شباب شرقاني لهم جنجويد، واسمعوا كلام ده الله يحسن لكم، شرقاني كلها جنجويد من مواطن ولا حوادين وكلهم شغالين مدام السري. الان جاتك فرصة، لو كنت مجبور جاتك فرصة انه تبلغ اماكن تواجد جنجويد وتتخارج كده، ده انت كنت عملت عليك، لكن بعد ده مجبور ما في كلام واضح تتبلوا بس يتخارج، الله يحسن لكم. والله الحمد لله الاجواء كلها مؤمنه يعني، تيران بجد ايام دي شغال شغل ما شاء الله، وجاغي متغير في الزروق، لانه دي منطقه، الزروق دي منطقه محسنه حق جنجويد ديل، كل شيء بيجي بزروق تم بعدك بيجي بيتوزع في اماكن ثانيه، بعد الانظار كلها تتجه الى جنينه. فكلام بتاع ياسر هذا كلام واضح جدا، الحفل الختامي يكون في دارفور ان شاء الله. والله كلام ده كلام يعني بيطمنك والله العظيم. الجيش بعد ده خلاص كلام بزداد زمان، الجيش جاي لكم بدغره هذه، الجيش قاعد يقول لكم.